مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. تحية صباحية عطرة مزوقة لكل المتابعين الأوفياء اينما كانوا سواء كنقول لكم اسعد الله صباحكم باليمن والبركات، ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد. وطبيعة الحال دائما فطار اطلالتنا الصباحية لكم كمتابعين لقناة الشعب شوف تي في، كنحاول دائما نقرب لكم الأجواء الصباحية ومن الأجواء الرمضانية. ربما لم يتبقى سوى يوم من المغاربة يستعدون لعيد الفطر في أجواء من الفرحة والبهجة وفي أجواء ودية وأجواء ديال الدفء الأسري. كنتمنى سفر ميمون لكل الناس اللي غادي يسافروا مع الأهالي ديالهم ومع الأحفاد ديالهم أجل قضاء وقت العيد ووسط الدفء الأسري. أيضا كنقول يعني السائقين او مستعملي الطريق الحذر ثم الحذر، فكفانا مآسي كفانا بطبيعة الحال من حوادث السير المفجعة. اخواني الكرام، يعني كل واحد بطبيعة الحال يفكر في الطريق كيفاش يعني انتم كتستعدوا يعني عيد الفطر في المنطقة ديالكم. بطبيعة الحال كل واحد يكتب لنا في التعاليق يعني كيف هي الاستعدادات لهذا العيد المبارك في المناطق ديالكم، واش كاين شي استعدادات ولا لا، وايضا كيف هي الاجواء في اخر يوم من شهر رمضان. صراحه رمضان مر بسرعه، رمضان سنودعه بطبيعه الحال. ربما اليوم مختلفه كثير من المغاربه اليوم غادي يودعوا هذا الشهر الفضيل في اجواء من البهجه والسرور والاجواء ديال التعبد باذن الله.